لجماهير الأهلي فرحة مختلفة بفريقهم، وكل منهم يرغب في التعبير عن حبه وفرحته بطريقته الخاصة. هكذا فعل شيف المشاهير خالد عبد الفتاح. هو أحد جمهور الأهلي الذي عبر عن سعادته بتأهل المارد الأحمر لنهائي إفريقيا بصناعة وجبة مختلفة من البيتزا تحمل مواهبه في الطهي والرسم، فهي بيتزا بورتري لمحمد مجدي أفشة لاعب الفريق، وبورتري لبيبو محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. خالد عبد الفتاح شيف المشاهير عبر عن سعادته وفخره بالنادي الأهلي ببورتري البيتزا، معلنا أن الأهلي شرف الكرة المصرية بالأداء المميز في مباراتي الذهاب والإياب أمام الترجي التونسي، متوقعا فوز حامل اللقب الإفريقي في النهائي على حساب كايزر تشيفز وتحقيق لقبه العاشر والصعود لكأس العالم للأندية من جديد.